طبعا انا قصتي مثل اي قصة، بس بالاخير ريت تسمعوني وطولون خلق، لانه اكو هواي اشياء لحد هسه انا اقول متندمة عليها ومتندمة صبرت عليها، في نفس الوقت اقول لا ما اريد افرط بزوجي اللي هو كان زوجي. يعني انا قصتي تزوجت وعمري 16 سنة، كنت بالثالث متوسط. خالتي كلش قريبة علي وكانت يعني عبارة عن أم الثانية، هي تزوجت خطية وكانت كبيرة بالعمر، تزوجت عن عمر 40 سنة وما خلفت أبد، ما عندها أطفال. ابن عم زوجها عنده ولد، هما شافوا خالتي وحبوها هذي فرادوا بنية، فهي رشحتني رأسا يعني. فأني رأسا قبلت، عقلي عقل طفلة يعني، كنت ثالث متوسط، كل ظني أنا راح أعيش ويا خالتي أنا وزوجي. حقيقة الأمر أنه زواج القاصرات أكو ناس ضده وأكو ناس معاه، لكن إحنا نأخذ الموضوع من جانب معين، ألا وهو هذا القاصرة هل هي قادرة على تحمل مسؤولية زوج وعائلة وإنجاب أطفال؟ بعض القاصرات ممكن، لكن أغلب القاصرات صعب عليها تحمل مسؤولية زوج وتحمل مسؤولية عائلة قد تعيش ويا عائلة، بالإضافة إلى عملية إنجاب وتربية الأطفال. لذلك أنا أشوف أنه يجب إعداد هذه الفتاة قبل الزواج إعداد صحيح للوصول إلى أن تكون زوجة صالحة وأم صالحة ومربية فاضلة. زواج القاصرات هو جريمة منظمة بحق الفتيات الصغار، وللأسف الكثير من العراقيين ومن العقول الذكورية اللي تتحجج بهذا الموضوع بأنه الإمام علي عليه السلام أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو تزوج من قاصرة. أنا عندي مقولة جدا شهيرة دائما أحكيها، أقول أعطيني رجل كمحمد بن عبد الله أو كعلي بن أبي طالب وزوجك من فتاة عمرها 9 سنوات. اليوم من هذا المبدأ ممكن أنه قديما مع شخصيات معصومة عن الخطأ، شخصيات تخاف الله، هذا ممكن أنه يمشي. لكن اليوم مستحيل أني أجيب شخص عنده صفة واحدة من صفات الإمام علي أو صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا يعني جريمة من الأهل بحق بناتهم. ليش؟ لأنه أولا البنت، مو كل البنات جسديا تتقبل موضوع الزواج وهي قاصر. الكثير من البنات من الفتيات يكون جسدها غير مهيئ لموضوع الزواج، هذا جسديا. نجي على موضوع العقل، كثير من مثل الفتيات هم غير مكتملات للنمو العقلي لديهم. لذلك صعب انه انت بنت تخليها في بداية طريق تكوين الأسرة، بداية طريق أنه تتحمل شخصية الشخص الثاني أو الزوج أو تتحمل شخصية أهل الزوج. وزواج القاصرات الحقيقة الكثير منهن إذا مو أغلبيتهن فيقعدون مع أهل الزوج، لذلك أنت اليوم راح تخلي عليها عبء، بالإضافة إلى أنه التغييرات النفسية وتحمل المسؤولية، وخاصة إذا صار هناك حمل، فاليوم صار العبء 3 أعباء، أنه تتحمل أهل زوجها، تتحمل زوجها، وتتحمل مسؤولية الطفل، فهنا حتكون كارثة يعني كلش كبيرة. هاي بالنسبة للبنات. أما بالنسبة للأولاد اللي هم أيضا عندنا زواج قصر، هنا هو بعد لحد الآن ما فاهم ولا واعي ولا دارك صعوبات الحياة، فشون تجي أنت زوجه وتخليه مسؤول عن عن زوجه، لها متطلباتها، لها احتياجاتها، وهو حتى فرص عمل ما عنده، حتى اكتفاء مادي لهذه الفتاة هو ما يقدر أنه يوفر لها كل احتياجاتها. فهذه جريمة، هذه الجريمة يجب أن يوقفها القانون. صح عندنا القانون يمنع أو ما يسمح بعقد فتاة قانونيا، ما يسمح بعقد فتاة قاصر، لكن من يجي عقد زواج من خارج المحكمة والزواج واقع، القاضي يضطر أنه يصدق على هذا العقد الزواج حتى وإن كان الطرفين قاصر. اليوم شنو هو الإجراء اللي لازم القانون يتخذه حتى يمنع زواج القاصرات؟ أولا محاسبة رجل الدين اللي يسوي أي عقد زواج سواء قاصر أو غير قاصر،
خارج المحكمة، إلا أن إحنا طبعاً نحترم مجتمعنا الإسلامي ومجتمعنا باختلاف المذاهب، إحنا والكل يعرف أنه الكثير من العوائل ما تعتقد بعقد المحكمة، أهم شيء عندها عقد السيد. أنا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع، أنه السيد ما يعقد للفتاة أو للزوج أو الرجل إذا ما كان إجراءات العقد القانوني مكتملة، سواء كانوا قاصر أو ناضجين. ليش؟ لأنه هنا راح يحافظ أولاً على تطبيق القانون اللي يمنع زواج القاصرات، يحافظ على حقوق الزوج والزوجة، لأن كثير من المشاكل تحدث وربما بعدهم ما واصلين إلى عقد المحكمة أو العقد القانوني، فأني خلي أضمن حقوق الطرفين قانونياً، وبعدين زواج الرجل الدين أو الزواج الشرعي أني أقوم به. هنا هاي بالدرجة الأولى. ثانياً محاسبة الأب اللي يقوم بتزويج بنته وهي قاصر، أيضاً محاسبة أبو الزوج كذلك، محاسبة الزوج نفسيته، أنه هناك يكون أكو قانون يحاسب الزوج اللي يتزوج فتاة قاصرة. بهاي الحالة إذا طبقناها فراح نمنع زواج القاصرات، بالإضافة إلى أمور التوعية بالنسبة للأهل. إحنا مو بس نخلي قانون، اليوم أكو عندنا قاعدة قانونية تقول القانون لا يحمي المغفلين. أنا مو بس أخلي قانون وأظل ساكتة، لا، مفروض هناك برامج توعية. هذه البرامج تقول للناس أنت إذا زوجت بنتك أو ابنك القاصر أنت أكو هاي العقوبة راح تواجهك. زين، فتوعية وتشريع قانون جديد حتى يمنع لنا زواج القاصرات. هو حتى الزواج إذا كان خارج المحكمة يحاسب عليه القانون. طبعاً يحال الزوج إلى محكمة التحقيق ومن بعدها إلى محكمة الجنح اللي هي محكمة جزائية، ويعاقب بعقوبة إما غرامة إما حبس مع إيقاف التنفيذ. هذا هنا إذا هو الزواج خارج المحكمة وعقد عقد الزواج خارج المحكمة. لكن إذا قدم طلب للمحكمة بالزواج وكان الفتاة عمرها مكملة 15 سنة، يعني ما وصلت 18 لكن هي مكملة 15 سنة، المحكمة راح تأذن لهم بالزواج ويعتبر زواج قانوني ما بكل مشكلة. عندنا من عمر إذا بلغت 15 الفتاة، يعني كملت 14 بلغت 15، هنا ممكن إصدار حجة ضرورة قصوى، وأيضا ممكن المحكمة تسمح لهم وتأذن لهم بالزواج. فماكو إشكال قانوني، الإشكال القانوني في عقد الزواج خارج المحكمة، سواء كان هذه الفتاة أو الزوج قاصرين أو هم بالغين. هنا الإشكالية، إنه إشكالية عقد الزواج خارج المحكمة. أهلي ما قبلوا طبعاً، لأنه قالوا إنه بنية تدرس وطالبة وهيك شيء، وأنا عندي بس هو أبوي وأمي، وعندي أخ أصغر مني وأخت أكبر مني، والوالد كلش يعني كان ما مقتنع، هو ويحبنا يحب البنات ويحب لمتنا وهيك شيء ما قبل، بس أنا قدرت يعني بشخصيتي إنه أقنع والدي فوافقوا وتمت الخطوبة. بس سبحان الله يعني الظروف اللي صارت بالخطوبة، يمكن هاي إشارات ما أعرف، المفروض أني أفكر بيها، بس هذا اللي صار. ورا خطوبتي بثلاث أيام خالتي توفت ببيتها، يعني صارت تماس كهربائي خطي الله يرحمها. طبعا ظهرت وتعبت نفسيتي وكلش تأذيت أني، لأن كنت متعلقة بيها، فكل الأمال كنت مخليتها ببالي أنه راح أعيش حياة حلوة وياها راح تهدمت. بس أنا يعني بنفس الوقت حبيت هذا الولد، حبيته وعلاقتنا زادت. هو مواليد 90 وأنا مواليد 93. أولاً ماكو شيء اسمه بنية مراهقة قاصر تقنع أبوها. هنا لعشنو دور الأب إذا بنته الأصغر من عنده تفرض رأيها عليه؟ هنا هاي كارثة. هنا معناته أنه أكو ضعف بشخصية الأب، أكو عدم إدراك من الأب. زين، وهذا راح يأخذنا إلى باب آخر وإلى مقترح آخر أيضا قدمته. هنا لما أي اثنين يقدمون على الزواج المفروض هناك توعية لهم، توعية للمشاكل، توعية للصعوبات، توعية شلون تربي الطفل، وهذا جدا ضروري. زين، فأنت أني من تجي طفلة قاصرة تقعد تقنعني؟ لا،
بالتالي أنا كأم أنا كأب المفروض أعرف مصلحة بنتي، وأعرف أنه زواجها وهي بهذا العمر هذا أو رغبتها بالزواج بهذا العمر هاي نتيجة أفكار المراهقة ونتيجة اللي نشوفها بالتلفزيون. يعني أغلب البنات من يقبلون على موضوع الزواج متصورين أنه الزواج هو مجرد حفلة وبدلة وترقص وصديقاتها ويجيبوا لها ذهب وهدايا، لكن ما تعرف شنو اللي حيصير بعد أسبوع أو بعد شهر العسل. زين هنا راح تجي مسؤوليات، اليوم راح يتعاملون ما يتعاملون وياها كطفلة، راح يتعاملون وياها أنت مرة أم بيت، أنت اليوم مسؤولة عن رجال وعن عياله وباكر أكبر راح تكونين مسؤولة عن طفل. فهنا يجي دور التوعية، توعية الأهل، توعية حتى البنات المراهقات. يعني المفروض أكو مرشدات تربويات بالمدارس توعي هاي البنات، تقول لهم إنه الموضوع الزواج هو مو بس موضوع حفلة وما أعرف شنو. يعني هنا أيضا دور وزارة التربية، دور المرشدات التربويات لازم يكون كلش مؤثر. جزئية العمام الحقيقة إحنا نعيش بمجتمع للأسف عشائري، ما زالت النظرة العشائرية وقانون العشائر هو السائد في المجتمع العراقي. رغم أنه عندنا داعي بالمدنية ورغم أنه نطالب بقوة القانون، لكن هناك المناطق عديدة ما زال حكم العشيرة وما زال النهوة وما زال الفصل وما زال وغيره وغيره من هذه الأمور. هذه الأمور يجب أن تكون هناك سطوة للقانون، يجب أن يفرض القانون أنه لا يوجد لشيء اسمه النهوة. يعني الحمد لله والشكر اليوم كل المراجع الدينية قاعد الطالب بالقضاء على مسألة النهوة، الطالب بالقضاء على أنه بعض السادة ما يزوجون بناتهم غير بس السيد، الطالب بانتهاء موضوع الفصل والدقات العشائرية وغيرها وغيرها. إذن هناك أكو رأي ديني بهذا الموضوع، المفروض هذا الرأي الديني يكون ويا تشريع قانوني يمنع هذا الموضوع، بالإضافة إلى مثل ما قلت لك هنا التوعية وأيضا دور بهاي المناطق يكون دور لرجال الدين جدا قوي. يعني لما يكون هناك رجل دين واعي مثقف بالخطبة مالته يرفض هذا الإجراء أو يرفض هذا المنطق اللي يتعاملون برجال العشائر، فأني أكيد راح يسمعون. إذا ما سمعوا كلهم فراح يسمعون 10 من عندهم وراح يكون هناك تأثير. اليوم للأسف حتى رجال الدين نشوف خطاباتهم مع مزاجية المجتمع اللي هو داعيشه. يعني أنا قبل فترة شفت خطاب لرجل دين قاعد نزل دوسة ونص على المرأة، وأنت الله ما يجرحك وأنت على كيفك عيني. يعني هاي ترى هم من ضمن المحتوى الهابط، لأن بيه تحريض على الجنس الآخر، وانت ما راضيات وانت على كيفك، مو هالشكل. احنا رسالة رجل الدين مثل رسالة العالم من يخلي وصفة دوائية يعالج بيها امراض، هنا انت تتعالج مجتمع. فالمفروض الحكومة تراقب هيش خطابات، انه اي خطاب يحث على الكراهية بالقانون موجود عندنا، اي خطاب يحث على الكراهية يحث على العنف يعاقب هذا الشخص. فالمفروض أنه يكون هناك رقابة حكومية على مثل هذه الأشخاص، وتوجيه من المراجع وتوجيه من الحكومة، يكون رجال الدين مسجلين لدى الحكومة. أنا مو كل شخص أجيبه أسمح له أنه يقعد يئن بالناس. هذه بعض الزوجات أو بعض الفتيات اللي هي كملت 14 ودخلت بال 15 بعمر 15، القانون يسمح أنه لازم تكمل 15 سنة وتعبر ال 15 يلا من حقها تعقد عقد الزواج بحضور وليها اللي هو والدها، لكن بعضهم يعني يلجأ للزواج لضرورة معينة، العمر هو تعدى 14 دخلت بال 15 فيقدمون طلب للمحكمة بأنه ضرورات معينة خاصة إن تسمح المحكمة بالزواج أو ما تسمح. طبعا المحكمة هنا راح تتأكد من أن قابلية هذه الفتاة الجسدية والعقلية إلى تحمل المسؤولية وتسمح لهم إذا رأت هذا الشيء، أما إذا ما رأتها فما تنطيهم حجة الضرورة وبالتالي يرجعون. لكن المشكلة وين؟ المشكلة حتى إذا المحكمة ما سمحت لهم راح يروحون يعقدون عقد خارج المحكمة ويجون يخلون المحكمة أمام الأمر الواقع ويصدقونه، لأن المحكمة ما عندها حل غير أنه تحيل الزوج إلى الجزاء وتعاقبه والزواج أصبح أمر واقع راح أصدقه.
فبقيت ويا الولد. أنا بنفس الفترة هذه من توفت خالتي عمامي قالوا وريتها الابن فسخ الخطوة، صارت مشاكل وهذه، وأبوي قال لهم طيت حجاية أنا والبنية مخطوبة وما يصير من هذا الحكي. يعني قوة أنا زوجت يعني ب2010 تقريبا، يعني صارت مشاكل وهيك شيء. فش قد ما هم نقوا علي أنا من زوجت ورا شهرين، كنت أريد يعني شلون أريد بنية صغيرة وهيك شيء، كل بالي إنه أنا أريد أطفال، فكرت بالأطفال البداية. وما أدري شلون أنا رحت ورا شهرين رحت راجعت، يعني إيش خليتها ببالي، فما قلت للدكتورة أنا شهرين. ده صار لي سنة، لأن هي الدكتورة قالت يعني شلون سمعت إنه ما تستقبل إلا بعد السنة، ما يصير واحد يسأل على الأطفال قبل السنة. فقالت لي انت ما عندك اي مشكله، وانت يعني نظيفه وماكو اي مشكله، بس اذا تردين جيبي زوجتك يسوي تحليل. والله قنعت الولد وهو يحبني يعني ما يقول شيء، سوى تحليل طلع صفر، النسبه مالته صفر. فقالوا لي زوجتك يعني عقيم، ما بي نتيجه يعني صفر مالته. واني تركت المدرسه هاي الفتره، قعدت بالبيت. هو الولد زين يعني حالته وهذه، فظلينا نروح للشمال، نروح السورية، نروح الإيران، نشوف بلكي علاجات، ياخذ بالفيتامينات، ياخذ عسل، ياخذ أدوية، ما فادت. إيش قد ما حاولنا على مود الأطفال ما فادت. ويعني أخوانه وأخواته وهذه كلهم زينين وعائلة زينة، فكانوا متفهمين هذا الموضوع. بس أنا كنت متحمسة للأطفال، بعدين عرفت الموضوع لأن مليت قد ما راجعنا قد ما حاولنا، فيعني عفت هذا الموضوع، ظليت ما أفكر بيه. يعني أنا أحب أسأل صاحبة الحالة نفسيته، لو كان الأمر معكوس الرجل راح يسكت مثل ما هي سكتت؟ أنا أكيد لا. وحتى إذا هو سكت فأهله هاي ما تجيب أطفال وهاي وهاي وتعال تزوج عليها وي وي وي. حق الأمومة هو حق مقدس، هو حق لكل النساء، وهو حق من حقوق المرأة وحق من حقوق الإنسان بصورة عامة، سواء كان رجل حق أنه يكون عنده طفل، سواء كانت امرأة حقها أنه تكون عندها طفل. فهنا يعني المفروض أنه هي ما تتنازل عن هذا الحق، وخاصة أنه المشكلة بيه هو يعني كرجل. زين، وحقيقة أنا أفضل أنه الرجال يعني مو هسه يصير عندنا تحليل آيدز وغيره، انه هذا الموضوع ايضا الفحوصات، انه فحص مدى قدره الرجل على الانجاب ايضا يكون من ضمن الفحوصات اللي تجرى. ليش؟ قبل الزواج. ليش؟ لانه هاي المساله قاعد تسبب هوايه مشاكل وقاعد تسبب هوايه حالات طلاق. يعني المراه هسه اذا طلعت عندها مشكله بالانجاب الحل انه الرجال يتزوج عليها، لكن هاي اذا طلع عنده مشكله بالانجاب هنا راح تضيف لنا حاله من حالات الطلاق، والعراق ما ناقص. اليوم كل ساعه قاعد تصير عندنا 5 حالات طلاق لاسباب عديده، فاحنا ما نريد نضيف حاله اخرى للحالات الطلاق. حالات عديده تمر علينا مو بس بالزوج العقيم، بامور حتى مرات اصعب من موضوع الزوج العقيم، لكن خلينا بموضوع حالتنا اللي نناقشها اليوم. القانون الأحوال الشخصية بالمادة 43 أنطى حق للزوجة، حق خالص. المادة 40 و 41 الحق للزوج والزوجة أن يقدم على التفريق، أما المادة 43 فخصصت للزوجة لها حق تقيم دعوى تفريق عند توفر أحد الأسباب. من ضمن هذه الأسباب أعتقد بالفقرة يمكن 5 من المادة 43، أنه إذا الزوجة اكتشفت بأن زوجها عقيم من حقها تلجأ للمحكمة، وإذا ثبتت المحكمة بعد تحقيقاتها بأنه هذا الزوج هو عقيم تفرقها بكامل حقوقها. هذا بالنسبة إلها. أما الحالات اللي مرت علينا هنا، الزوج مرات يظل شلون نقول إحنا يتحايل على القانون، يتغيب عن الجلسات، بعدين يحاول يتأخر عن الذهاب للفحص الطبي. تعرفين لازم يثبت الفحص الطبي رسمي على متأكدون أنه عقيم، ولا أبو بالادعاء ولا بالبينة هذا يثبت هذا الشيء. فمرات هذه الإشكاليات اللي يصير عندنا مثل حالتنا، اللي هي رغم أنه عرفت زوجها عقيم بعد الفحوصات وتأكدت، لكن حبت تستمر،
خلاص هذا الزوج هذا الشخص حبته، وبالتالي هي تنازلت عن حق الأمومة اللي هو حق مقدس لكل زوجة، لكل فتاة هي تحلم بأن تكون أسرة وتكون عندها أطفال، لكن هي لأنه حبت هذا الشخص هي تنازلت عن حق الأمومة وحبت تستمر وياه. لكن النتيجة مثل ما تعرفين بالحالة مالتنا أنه ما مضمون مستقبل هذه العلاقة وين راح يوصل. مسألة الحب هي مسألة نسبية، تجي بالعشرة، تجي بالمعاملة الطيبة، تجي بالاهتمام، لكن أنا برأيي أنه مسألة الاحترام أهم من الحب. أنا اليوم إنسان أحبه، وأنا على فكرة أولادي ربيتهم على أنه يحترموني مو يحبوني. ليش؟ لأنه اليوم الإنسان إذا أنت تحبه وطلبت من عنده شغلة وما انطاك إياها راح يتحول الحب إلى كرة. لكن أنت إنسان اليوم تحترمه، طلبت من عنده شغلة ما انطاك إياها، الاحترام ما حيروح، راح يبقى هو ثابت. فمسألة الحب بين الأزواج هاي فد شيء يعني مذكور بالقرآن، وجعلنا بينهم مودة ورحمة. مو بس مودة، مو بس حب، المفروض أنه تكون مودة ورحمة، أكو احترام، أكو تقدير للطرف الآخر. أنا اليوم هي لمن ضحت بإحساس الأمومة، الأمومة العفو وشعور الأمومة، المفروض أني أقدرها، المفروض أني هذا حبي أنطيه الشخص يستاهله. بعض زواجات الحب تستمر والحب يزداد، بعض لا 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 خلي أكمل، لكن الأغلب في علاقات الحب تفشل بعد الزواج، المحبة تنفقد، الشغف ينفقد، بالتالي تلقين الحياة رتيبة جدا، توصل إلى حد مو الانفصال، لا توصل إلى حد الكره قبل الانفصال. هسه مرات انفصال ودي كلش حلو، زوجين مثقفين هادئين قعدوا ما يقدرون يكملون حياتهم، جدا راقي، لأنه المصلحة تقتضي. الله سبحانه وتعالى لما حلل هذا الإجراء هو صح أبغض الحلال، لكنه حلله وأنطاه. ليش؟ لأنه تبعات الاستمرار بالحياة الزوجية الغير مستقرة هي أقوى من تبعات الطلاق نفسه. فبالتالي إذا قعدوا وتفاهموا وكل واحد راح شاف أهل سبيله كلش حلو، لكن المشكلة وين؟ تتولد بيناتهم حالة عداء وكره قد تكون أضعاف حالة الحب اللي كانت قبل الزواج. فبالتالي الموضوع نسبي، لكن قلت لك البعض ينجح والأغلب يفشل. الزواج التقليدي نفس الحالة، لكنه بالغالب الأمر معكوس، بالغالب ينجح وحالات معينة يفشل بيها، لأنه ما راح يجدون الانسجام ولا راح يتطور الحب بيناتهم، بالتالي يعني تصير بيناتهم خلافات وينفصلون. فجأة صار لي يعني تغيير بحياتي، حياتي تغيرت بسبب زوجي. زوجي رافق أصدقاء سوء، أصدقاء مو زينين، وهو كانت حالته زينة وعنده محلات وفرن، فباع كل شيء واشترى كوفي. هم قنعوه بأنه يشتري كوفي، وهاي الكوفي طبعا مو مكان عادي، بمكان زين وهادي. والمشكلة الأكبر أنه شغل بيها بنات. طبعا ظل زوجي ما يجي الا الفجر، يلا يجي وافتح تليفوني اشوف بنات واشوف صور، وهو هامني لا مصرف لا طالعه، ويجزني الاهلي وما يرجعني. يعني انا نفسيتي هنا اتدمرت، وبس لهذا كله ما عرفت لان احبه. وظليت اكتشف بخياناته واكتشف يعني شلون يحكي البنات وشلون اقول. كان هو خوش انسان، كان صايم بصلي راسا اتغير، وكله بالحفلات يعني ويا البنات، وظلوا شنو يجيبون بنات من محافظات ويستأجروهم وشقق. يعني الموضوع تطور، يعني صارت عنده مثل الشبكة، وما خايف من ايش راح يصير وياه، وانا كنت خايف عليه الصراحة، بس انا كنت عايشة وياه مثل المخابرات. هاي الاشياء كلها انا اعرفهم، وأعرف من التواصل، وأعرف من تلفونه، هو ما مسوي رقم تلفونه يثق بي، لأن أنا أبدا ما مسوي مشكلة ويا من أعرف هاي الأشياء. سبب المخدرات وسبب الانحطاط الأخلاقي بالمجتمع هو يجي من أولا مواقع السوشيال ميديا والإنترنت المفتوح اللي تأثروا به منه. بس تقولي شنو علاقته؟ شوي أنا عادة أجيب الموضوع باية باية. عندنا انترنت
وعندنا سوشيال ميديا وعندنا مواقع غير مراقبة، هذول تأثروا بهم أولاد، هذول الأولاد عندهم أهل ما متابعين أولادهم، ما متابعين شو يشوفون، ما متابعين شنو سلوكياتهم، شنو أخلاقهم. حتى أنا مرات تصير عندي ردود بال على الفيس أو على الصفحة مالتي، أكتب لي أنا أستغرب إنه أهلك ما يراقبون هذا الرد مالتك، يعني رد يكون ما بيه ذوق، ما بيه تربية. فهنا يجي دور الأهل، دول شلون صاروا أصدقاء سوء لأنه ماكو متابعة من الأهل. فحتى لو الشخص كبير، يعني هسه هي من دول أصدقاء السوء أنه حولوا مسار الشخص هذا من رجل متدين، رجل حباب، أخلاق عالية، إلى وجهه على الكوفي وعلى العلاقات المحرمة والعلاقات المشبوهة. هنا هي كان المفروض من البداية تلتجئ الأهلة، تلتجئ الأمة، الأبو، العمامة، أنه ابنكم دا يروح بطريق يختلف عن الأشياء والقيم والمبادئ اللي موجودة بالعائلة. فهذا هنا المفروض يصير تحرك عليه من الأهل، تحرك عليه من العمام، من الخوال. وخاصة أنا حسيت الحالة مالتها، أعتقد يعني مجتمع محافظ أو مجتمع عشائري، ما أعرف إذا كان حدث صحيح أو لا، فذولا يكون دائما تأثير الأهل والعمام كلش قوي عليهم. وكان من البداية المفروض تخلي كت، ما تخلي الموضوع يتمادى، لكن هي ها كوفي واحتمال مورد مادي أعلى وما أعرف شنو. فبصراحة يعني الخطأ هنا من عتها. هو أساسا موضوع الكوفيات وانتشارها، موضوع بعض الحالات الدخيلة على المجتمع العراقي، هي ازدادت بعد 2003 بعد الغزو. احنا اذا كان كوفي محترم تلتقي بعوائل، تلتقي بناس مثقفة، ناس نخبوية، لا بس وين كان صاحب كوفي. لكن اغلب الكوفيات هي مو لهذا الغرض، مو لغرض قضاء وقت سعيد، وقت ممتع، لا، هي قد يكون تحت الطاولة، مو الكل على مود ما يسجع علينا الكلام، لا، لكن الأغلب يا إما تكون وكر لتعاطي المخدرات، وما شاء الله أصبح البلد نسبة تعاطي المخدرات جدا مرتفعة به، يا إما يكون هو وكر يعني حاشاكم للدعارة والسمسرة. فبالتالي حتى أصبح أصحاب الكوفيات بصورة عامة، حتى الكوفيات المحترمة أصبحوا مشبوهين، منبوذين، أنه هذا يرتاد الكوفي أو هذا يتواجد في كوفي أو هذا صاحب كوفي. فقلت لك الفرق أنه ما بين أنه يكون الكوفي مكان لراحة، مكان لقضاء وقت معين اللي ترتاد عوائل محترمة، ناس محترمة، لا بأس به، لكنه لما يتحول هو إلى شبه النوادي الليلية، شبه المراقص، شبه حتى العاملين، انت تشوفي نمط العاملين في بعض الكوفيات، ما نقول كلها، يعني نمطها هو يعني هو يوحي إلى أنه هذا المكان هو مكان مشبوه، مو مكان عادي لأخذ قصة من الراحة. بالتالي حسب ما سمعت أنا من الحالة أنه صار تحول، هو هذا الدليل على أنه هذا الكوف هو مو كوف اعتيادي، صار تحول بسلوكياته، بأخلاقياته، من خلال جلب الفتيات، من خلال شبه المتاجرة بيها، ما نقدر نتأكد هذا الموضوع، من خلال تعامله أصدقاء السوء، السهر لأوقات متأخرة، العلاقات المشبوهة مع الفتيات. أكيد هذا يأكد لنا موضوع أنه هو موضوع كوفي مشبوه، أو موضوع قد يدار من تحت الطاولة أمور مشبوهة مخالفة للشرع والقانون. فأعرف العلاقات وهيك شيء اللي مصادقهن، بس أكو وحدة كانت تفرق عن البقية، أنا هذا اللي محيرني، وهي كبيرة بالعمر مو صغيرة، بس هي يعني تخلي مكياج وهي جايبة روحها يعني بالمكياج. ورا فترة قال أنا راح مسافر لإيران، واكتشفت إنه هي مسافرة وياه، يعني أكيد مسافر، يعني أكيد متزوجها أو هيك رايحين، الله أعلم، ما أعرف. فمرجع أنا تخربطيت ومستشفى، وهاي الفترة كلها فواجهته وقلت له أنت رايح وياه وهذه، نكر وقال لي لا هاي متزوجة وتشتحكين، أنا شلون هيك أسوي، وهاي يعني تريد تهميني وما أدري شنو. وأنا أخذت غراضي ورحت لأهلي، ورحت لأهلي طبعا زعلت هاي الفترة، ويعني قلت إنه ظليت أبد ما فكرت بموضوع إنه أنفصل عنه أو أطلق، بس ظليت وقعت أدعي وأصلي إنه الله يهدي، ويعني
الله يهدي يرجع على الطريق، يعوف هاي يعوف هذا وضعه، يعوف هذا الكوفي كله. وقيت يعني فترة يم أهلي وما سأل عني، لحد ما أنا قلت بعد هاي خلاص خلي أطلب الطلاق، لأنه هو ما يريدني بعد، مدام ما يسأل ما يجي. من عرف موضوع أنه أنا تريد تطلق ومدري شنو، خابرت على أهله وأهله خبصه، وأهله يحبوني يعني ما الخبصه، هو ظل يخابر لا أنت ايش تحكي، هاي طلعت هي أم الكوفي اللي أنا مشتري منها الكوفي، وهي يعني متزوجة وما لها علاقة ومدري شنو. فقنعني ما أعرف شو مسوي لي، يعني قنعني بكل طريقة أنه ما عنده أي شيء، وظل يحلف، ظل يحلف بالقرآن أنه أنا بعد ما عندي وأنتم بيتي وهذني شنو، يعني حشاكم ذني المزينات. يعني خيانة مفهوم العام، طبعاً نميز بين الخيانة العامة وبين الخيانة الزوجية بين الزوجين. الخيانة الزوجية هي يعني لها تعريف خاص بيها، وهو اللي يهمنا بهذا الموضوع بموضوعنا. أما الخيانة مفهومها العام لا، هذا جانب آخر. أنا مود ليس الخلط عند المتلقي ويقول إنه الخيانة لا مو بس بهذا الباب مقصورة. إحنا نناقش الخيانة بين الزوجين، إنه زوجي يخون زوج الآخر. حسب ما عرفت انه او افتهمت من خلال الفوز الحالي اللي عندنا، انه عندها ادله على وجود الخيانه من خلال جهاز الموبايل اللي تابع لزوجها وما تحصلت به. طبعا هي ما شرح الحاله بكل تفاصيلها على مود واحد يقدر يجاوب 100%، لكن الخيانه الزوجيه وفق القانون يصعب جدا جدا اثباتها. القانون وقبل القانون الشرع اشترط شروط جدا صعبه لاثبات الخيانه الزوجيه. بالتالي احنا امام خففنا القانون، لانه على مود يلقى مخرج للموضوع. ولما يقيم الزوج دعوى خيانه زوجيه ضد زوجته، او تقيم الزوجه دعوى خيانه ضد زوجها، هنا القانون لانه صعب اثبات مساله الخيانه يقول اوكي اذا ما كانت الخيانه متوفره بمعناها وبشروطها الشرعية قبل القانونية، فإذا أكو ضرر متولد. أنا ما معقولة أحد الزوجين يكون علاقات مع أشخاص غرباء وهذه العلاقات تتطور إلى مراحل معينة ويبقى الزوج الآخر ساكت. لا، هذا يسبب له ضرر. هذا الضرر يبيح لأن يقيم دعوة للتفريق، لأن أنا ما معقولة يبقى مستمر بحياته الزوجية مع شخص كل أهوائه كل أمزجته كل حياته ومخلصها ويا ناس غرباء وفي أطر مخالفة للشرع والقانون. يعني دا أشوف هواية مواقع تنطرح فيها هاي المشكلة، إنه ها زوجي دا يخوني شنو أسوي؟ زين، هنا مثل حالة البنية اللي هي ضحية ومتنازلة عن حقها بأن يكون عندها طفل، المفروض ما تسكت. يعني هي خلينا نقول عندها موقف حلو وياه، فأنت رغم أنه أني صبرت عليك وتحملت أنه هذا الموضوع أو تنازلت عن حقي، أنت تجي تخوني. طيب إذا هي يعني أدنى مستوى من عندي، أنت ليش تروح على الأدنى؟ زين، ما تخاف تصير أمراض، تنتقل الأمراض. أنت بتقول أنه ذولا مو خوش بنات، ذولا احتمال ينقلون أمراض، ذولا احتمال يصير بها أوبئة، يصير بها هواية شغلات مضرة. فهنا المفروض مثل هاي الحالة، يمكن الحالة تختلف لو كان المرأة عندها أطفال حيكون الرأي مختلف، بس مثل حالتها لا، المفروض من البداية تخلي حد للموضوع. وأيضا إذا هي بطريقتها ما قدرت تخلي يوقف عن هذه الممارسات اللا أخلاقية، أنه أيضا يتدخل الأهل. صح هي مو كل الحالات صحيح أنه يتدخلون الأهل، لكن بعد محاولات من عندها بشوفه إذا هو ما توقف وما ردع، أنه أكيد عنده أب، عنده أخ، عنده أحد كبير زين، أنه يقول له أنه هذا الطريق خطأ، وأنه هذه العلاقات ما راح تؤدي إلى خراب البيوت، إلا إلى خراب البيوت، وما تؤدي إلى انهدام الحياة الأسرية، الحياة اللي قائمة على تضحيات وقائمة على تنازلات، ومن الزوجة طبعا أكيد تقارين نفسك بيهم. فقلت لي أنا شرطي أنه تعرف كل العلاقات هاي وبعد تنساهن حتى نرجع حياتنا الجديدة. يعني هو ناسي أنه أنا ما صار أطفال وهو السبب، وأنا هذا الموضوع نسيته لأنه أحبه. فالمهم رجعت له ويا ريت ما رجعت.
لأنه اكتشفت بعدين ورا فترة من رجعت إليه أنه هو بعده بنفس الشيء، بس شلون أنه بالجنطة كجنطة يعني هو ياخذها وياه ويخلي بها أغراض. يعني لقيت مال عقد مال شلون طلاق يعني من فصلين، يعني كانوا متزوجين هم ذيك الفترة. أنا تخبلت قلت له يعني أنت قل لي الحقيقة، ليش تنكر وأنت متزوج ومطلق وهسه الله أعلم إذا تريد ترجع لك ولا ما ترجع لك، اللي يحلف نفس الشيء وهذه وش تحكين ماكو هيك شيء. الزواج الثاني الله حليله سبحانه وتعالى، احنا ما نقدر نعترض على الزواج الثاني كزواج ثاني، لكن في هذه الظروف، ظروف الحالة اللي جاي نحكي عنها، ما نحكي عن زواج ثاني بصورة عامة، لا، الزواج الثاني مباح ومحلل من الله سبحانه وتعالى. لكن رغم أنه محلل ومباح، أنت تلجأ له في أوقات معينة لأسباب معينة. ما معقول أنت خلاص ما دام الله سبحانه وتعالى حلل أنه يتزوج الرجل أكثر من امرأة فبالتالي خلاص أنا الله حلل، لا، أكو أسباب عندك تؤدي أنه تروح تتزوج زوجة ثانية. موضوع حالتنا، الزواج هذا كل المعطيات والمؤشرات تشير إلى أنه مو محله، تشير إلى أنه أولاً الزوج هو عقيم فبالتالي هو ما يبحث عن ذرية، هاي السبب الأول. السبب الآخر حسب اللي عرفنا من الحالة أنه هذه الفتاة أو هذه الإمرأة هي كبيرة بالسن وهي صاحبة الكوفي، فبالتالي تعرفين انت صاحبة الكوفي مع احترامنا لهذه المهنة والمرتاديها والأصحابها، لكنه هذا صاحبة الكوفي ما معقولة هذا الشخص فضل صاحبة الكوفي على زوجته اللي عايشة وياه هذه الفترة واللي ضحت وتنازلت عن أهم عنصر وأهم حلم تحلمه كل فتاة اللي هو الأمومة، تنازلت وبقت وياه. ثلاثة، المؤشرات اللي استشفيناها من خلال الحالة انه هي هذه الفتاة اصلا يعني غير سوية، اللي استشفيناها ما نقدر نحكم عليها حكم جزمي قاطع، لكن فبالتالي هي تبقى علاقة غير صحيحة، علاقة مشبوهة، رغم انه موجود عقد مثل ما عرفنا عقد رسمي، لكنه انا اشوفه علاقة خاطئة، زواج خاطئ. من الخطأ ان يرتكب الزوج ويضحي بعائلته واسرته من اجل ملذات او مصالح قد تكون مادية، ما نعرف احنا تفاصيل الحالة كلها. يعني ولو حيزعلون علي النسوان بس هذا الشريعة، واحنا مستحيل نقدر نخالف الشريعة. اللي ما تقبل بالشريعة بالزواج الثاني اللي موجود ضمن الشرع عندها حلين. الحل الأول تحول على المسيحية لأنه هناك ما عندهم تعدد الزوجات. الحل الثاني أنه تشترط في عقد الزواج العقد شريعة المتعاقدين، تشترط في عقد الزواج أنه ما يتزوج عليها. في حال أنه تزوج عليها تعتبر أنه العقد خلاص متفركش، يعني أنه هي مطلقة من عنده. زين، اما اذا هي تقول لا انا مسلمه المفروض تؤمن بكل الاشياء اللي موجوده بالاسلام، هسه هي من وجهه نظرها تقول نزوه، يعني احتمال هو من البدايه متزوجها. زين، فهنا من عرفت انه هو متزوجها، يا اما تقول انه هذا وقع علي ضرر حسب ما مذكور بالقانون، انه هذا وقع علي ضرر واني ما اتحمله. زين، بحاله انه شنو؟ بحاله انه هو ما كان عادل بيناتهم، شو شنو الضرر؟ الضرر هو مو لأنه فقط تزوج عليها، هذا شرع الله. زين، مثل ما قلت لك ما يعجبه شرع الله يروح يحاول على غير دين، لكن هنا لمن يكون غير عادل بيناتهم فتقول أنا مضررة، هنا يجي القانون راح ينصفها أنه تقدر تطلب الطلاق من عنده أو أنه تستمر. مثل ما تقول أنه هي تحبه، أكو هواية نسوان لأنه تحب زوجها حتى لو يتزوج عليها تبقى متمسكة به. يعني أنا هواي هواي حالات دا أشوفها، أكو نسوان قد ما تحب زوجها تروح تخطب له. زين، أكو نسوان بالعكس قد ما تكره زوجها تروح تخطب له حتى تخلص من عنده. فإشكال أكو بحقيقة، يعني من الحالات هواية تجيني، فيعني مطلعة تقريبا على أغلب الحالات. فهي ما طول رافضة مسألة أنه تكون زوجة ثانية، وخاصة أنه هي تحكي عليها إذا هي بالفعل مثل ما وصفتها أنه امرأة غير جيدة. زين، فهنا صعب يكون المقارنة، فهي أصلا هي متضررة لأنه زوجها ما عنده قدرة على الإنجاب.
زين، فهنا هي اصلا اكو ضرر، فضرر مع ضرر على شنو متحمله؟ وقلت لك انه الحب يجي هي محبته، بس اجى وين الحب؟ اجى الحب العشره، اجى الحب الاهتمام، اجى الحب المعامله الحسنه. فممكن انه اذا تزوجت شخص ثاني وانطاها حب، انطاها اهتمام، انطاها تقدير، انطاها حنيه، خاصه المراه يعني تشوف زوجها الاب الثاني. هم تعودت وقلت خلي عوفه الموضوع ما دام هو طلقها بعد شي يريد يسوي قابل راح يرجعها، ما طلقها يعني ما له نفس بها بعد عافه. المهم بعدين شلون انا من اثق بهاي الفترات اظل ما افتش تلفونها حتى ما تعب راسي، وهو يتعمد ما يخلي هسه تخليه وصمه يخلي اي شيء حتى انا ما افتحه، هو يتعمد ما يخلي اي شيء بتلفونه. عود يا بالثقة موجودة، زين انت الثقة موجودة ادري ينظف وراك هاي الاشياء اللي اشوفها بالتليفون. شفت انه هو مراجع لها وراجعت له وحبيبه ومشتاقت لك ونسيت العشرة ونسيت الايام وها من هذا الحكي، يعني رجع لها ومتزوجها وبقى وياها، يعني ما اعرف انا شو اسوي بهيجي شيء بعد ما راح عافها وطلقها وبعدين يرجع لها ولا هم مسوين عقد يعني زواج رسمي. هذا نفس الشيء هم زعلت ورحت لأهلي، أهلي هنا قالوا كافي بعد، إحنا من يمنا تعبني أنت شون، وأبويا كل شيء عزني تعرفين يعني قلت لك يعني بالبداية هو يحب البنات وهاي، وأنا بقيت محتارة يعني شو أسوي، أقبل إنه نتطلق له هاي يعني عشت بدوامة هيك دايخة 24 ساعة يشوفني يقول إيش بيك أنتِ؟ أقول أخاف أعوفها تندم، يقول لي تندمين على شنو؟ لا شفتي منه طفل، لا عايشك إذا يسوي حرام يسوي أشياء، وأنا توقف بعيني إنه أنا أحبه وأهله زينين ويحبوني، فأهله بسببي راحوا اشتكوا علي لأنه على مود هاي الكوفي مالته وسجنوه فترة إي وطلعوها كل هالفترة أنا يم أهلي. وبقيت حايرة إنه أطلق لو ما أطلق، بالأخير إنه قررت بعد ما رحت للمحامية وفهمتها وهاي قلت لها هذا وضع وهاي، قالت أنت يعني تطلقين وتأخذين كل اللي عليه هو من مؤخر، لأن هو ضرج، لأن هو مسوي هاي أشياء سببت لك مشاكل نفسية، وشي هو أنت عندك إثبات إنه ما يصير عنده أطفال، شي ثاني انسجن بسبب هاي الشغلة الموزين، يعني عليه هواي أشياء، يعني أنت ماتك القضية كلش سهلة ما بيها أي شيء. يعني أنا الحقيقة أتمنى من المحامين إنه لا يندفعون مع المشتكي، يعني خلي يأخذون الموضوع من جانب إنساني من جانب إخلاقي، إنه هي من تجي هي طبعاً تجي المرأة مقهورة ويجي الرجل مقهور، زين إنه صارت فد مشكلة يخالف، أنا خلي تكون عندي إنسانية وتكون عندي أخلاق، أحاول إنه أصلح بيناتهم خاصة إذا أكو أطفال، يعني لا تأجج الموضوع إيه وتأخذ حقك. ترى وبالنسبة للأخوات الزوجات والأزواج ترى المحامي أهم شيء عنده أنه يكسب فلوس، هذا عمله زين، فأنت لا تتوقعين أنه يقول لك ها والله هاي الدعوة مالتش مصيرة أو الدعوة مالتش صعبة أو هاي إيه وحقك وأني أجيبه وما أعرف شنو. الخطأ اللي ده يوقع به أغلب المشتكين زين أنه ماكو عقد بينه وبين المحامي، المفروض يسوي عقد بينه وبين المحامي انه المحامي مو بس يقيم له دعوه، مو بس ياخذ له قرار قضائي، حتى في مرحله التنفيذ، انه اغلب الناس اليوم هنا ما تعرف هي شنو اجراءات التنفيذ، فيعطي قرار الحكم ويقول له روح انت وربك يا موسى، لا انت من ماخذ فلوس المفروض انه تكمل الى ان يستلم حقوقه ان كان رجل او كانت امراه. فهنا ما يكفي الاتفاق الشفهي، لازم يكون هناك عقد زين بين المحامي وبين المدعي حتى المدعي يضمن حقوقه، وإلا أنت مثلا المحامي يأخذ أتعاب ويسوي له وكالة ما يمشي بالدعوة، يبقى ينيمها ويبقى ما أعرف شنو أو يقعد يتلاعب زين، هنا هو مجرد سوى له الوكالة إذا اشتكى عليه المحامي لازم يأخذ كل أتعابه زين، فهنا راح يكون المشتكي هو ضحيه، مع احترامي لكل المحامين
او اجلال لهم، لكن هاي وحده من السلوكيات اللي تصير. انا اللي افتهمته من الحاله انه هي قامت دعوه للتفريق، وبنفس الوقت قامت دعاوى بحقوقها الباقيه. حقوقها الباقيه حسب ما افتهمت انه هي استلمت الاثاث مالتها، رغم انه هو اعتدى على بعض الاثاث وقبل التسليم ويعني كسر بعض المقتنيات، لكن هي موافقت وما عندها مشكله بهذا الامر. الحق الاخر اللي هو مهرها المؤجل، ايضا افتهمت من الحاله انه هي استلمتها على شكل دفعات، في حين انه هو ميسور، اذا كان ميسور وعنده اموال ظاهره تقدر تاخذ كامل مهرها المؤجل دفعه واحده. احنا ما نعرف تفاصيل 100%، لكنه هي تقدر تاخذ كامل مهرها اذا كان يعني ميسور الحال وعنده اموال ظاهره. هذه النقطه الثانيه. النقطه الاخرى، انا ما سمعت هي دعاوى نفقه، ما اعرف الحاله ما توضحت عندي. نرجع للموضوع الاهم اللي هي اساس الدعاوى اللي قامت دعوى تفريق، لان هي ما همها الامور الماديه حسب ما فهمت الحاله. اللي فهمت انه تاخرت، والسبب اللي ذكرته انه هو عدم حضوره رغم التبلغ. احنا عند اجراءات المحكمه لما يتبلغ المدعى عليه في هذه الحاله، اذا الزوج مبلغ تبليغ اصولي، المحكمه تمشي باجراءاتها. بما انه الاسباب متوفره، بما انه العقم ثابت بتقارير طبيه، بما انه الزواج الثاني موجود وهي تقول انا عندي مستند يثبت هذا الشيء، بالإضافة إلى خيانات اللي ذكرتها، فهي عندها أكثر من سبب تقيم بدعوى للتفريق. لكن يجب أن تحصر دعواها للتفريق، هل هو بسبب العقم؟ نعم، تنظر المحكمة وتتحقق من أنه موجود العقم، إذا تأكدت وتحققت حتى وأن تغيب هو، إذا هي ثبتت قدرت تثبت للمحكمة وراح لتبليغ أصول وقالوا له تعال عليك دعوى، أنت لازم تجي تدافع عن نفسك، قد يكون الادعاء كاذب، فهو إذا تغيب عن المحكمة، المحكمة تمشي بإجراءاتها. هنا غير كل أوافق بقيت متردد، ها مو أنا أحب أخاف أتندم، فقنعوني أهلي وظليت يعني أستغفر وهاي، قلت ما منها مجال، على الأقل أني خلى عوفة يجوز أتزوج واحد ثاني إنه أحصل لي طفل أو هيك شيء. قلت للمحامي، قلت لها امشي عادي أنا موافقة وأنا وكلتك وأنتي امشي. فهي راحت، هو طبعا كلش أذانا بهذا موضوع الطلاق، صح هو من صالحنا بس ما يجي، ودون تبليغات ما يجي، ما يحضر، ما ادري شنو، يعني كلش عذبنا انه ما يريد يطلق، وعذبنا بالمؤخر الغراض من اريد اخذهن اني يعني مكسر بهن اشياء، ما حكيت اني ولا اشتكيت، اخذتهن مثل ما هن الاشياء الزينه ما اخذهن طبعا، وهم ما حكيت، قلت خليها هاي بذمته، لان هذني اشياء يعني اني اللي احب هالاشياء، وانا الاشياء اللي احبها اني كلها مكسره ومخربها ومنطيها طبعا هذه الاشياء مسويها، واهله هم يعني يتعاركون وياها، بس شو يسوون لها؟ جزعوا من يوم ملوا من يمه. وبقى المؤخر مالتي، فالمؤخر مالتي هم المحاميه كلش تعبت وياي تمشي بي، وهذه لحد ما بديت استلم، وهو عنده امكانيه انه ينطيني اياه كله، بس ظليت استلم منه يعني. وهسه اني يعني قاعده عند اهلي وما عندي اي مشكله، بس حايره لانه هو ظل يتصل ما غيرت رقمي، وهذا الغلط. المفروض اغير رقمي، اهلي ابد ما يجاوبوه، يتوسل ويتصل يبكي واني اريد نرجع. فاني حايره الصراحه بين عقلي وبين قلبي، لاني بعدني احبه يعني ارجع له لو ما ارجع له. حتى ما بفكر انه اتزوج غيره، وماكو ما اخلي اي احد يتقدم لي لا عن طريق اهل ولا احد يشوفني، ما اطلع من البيت ولا ابد، باقيه انه لو ارجع له لو ما ارجع له، وخايفه خايفين عاد كل هاي المآسي كل ساعه، يعني ماكو ما بها حل، كل ما اني ارجع له مره واثنين رجعت وهو نفس الشيء ما تغير، بس يحلف لي ويبكي ويقول لي يعني شو تسوين اني اثبت لك، فما اعرف انطي فرصته لو ما انطي. يعني أنا أنصح أنه تطلع من عقلية المراهقة اللي تفكر بعقل، اللي تفكر بقلبها وتستبعد عقلها. اليوم هي مرت بتجارب قاسية، التجربة الأولى أنه انحرمت من حقها بالأمومة، التجربة الثانية خيانات، التجربة الثالثة زواج ثاني، التجربة الرابعة سلب لحقوقها بالمؤخر والمقدم. فيعني هي شخصية
صعب انه المراه ترجع مره ثانيه تثق بها. هو هنا انكسر مو بس مساله الحب، هو هنا كسر فد عنصر اساسي وهو عنصر الاحترام، عنصر التقدير، عنصر الوفاء. زين اني شلون ترجع هي تثق بهذا الشخص وتكمل وياه حياتها؟ ما طول هو دخل بطريق اعوج وما رجع، رغم انه تعرض الى خساره اللي هي خسارتها هي، او هذه الزوجه المضحيه، هذه الزوجه اللي حبته واللي سامحته على كثير من الاخطاء. فهنا اني انصحها انه ما تسمع قلبها نهائيا، تفكر بعقلها او ما تفكر بهذا الشخص نهائيا، وتبدي حياه جديده، تختار شريك جديد ممكن انه يقدم لها الحب، يقدم لها الاحترام، ممكن انه ترزق باطفال راح يمدوا لها حياتها. وبالتالي احنا رساله الانسان هو تتعلق بوجود اطفال، هاي الاطفال يحملون اسم هذول الاطفال، يكونون سفراء بالمجتمع للأم وللأب، بالتالي تعكس كل الأشياء والبذور الجيدة تعكسها بهاي الأطفال، وهم راح يكون استمرارية بالحياة. يعني مرات هواي يقولون أنه الابن يحمل اسم أبوه، ومو بس يحمل باسم أبوه، يحمل أخلاق أمه، لأنه التربية دائما تكون على تماس مباشر من الأم أكثر ما هو الأب، خاصة بالبداية المرحلة العمرية للطفل. الفكرة مالتي أنه الزوج أو الزوجة، الولد أو البنية، قبل ما يقدمون على اتخاذ قرار الزواج بغض النظر عن العمر، سواء كان قاصرين أو كبار، يقعدون قعدة مصارحة ويا أنفسهم، أنا راح أقدم على حياة جديدة، على تحمل مسؤولية بناء أسرة، تحمل مسؤولية الزوج، تحمل مسؤولية عائلة قد تكون غريبة، بالإضافة إلى الزوج أيضاً، هذا راح تجي فتاة قد تكون عايشة في مستوى معين، قد تكون في نمط معين، بالتالي أنا أقدر أتوافق وأستمر لو لا، أنا ما معقول أجي أتخذ قرار الزواج لنزوة معينة وبالتالي أهدم أسرة بعد سنتين ثلاثة وأطفال أيتمهم أو أخليهم مشردين بالشوارع. لا، جلسة مصارحة قبل أن أتخذ قرار الزواج، هذا المفروض على البنية والولد اثنينهم يلا يتخذون قرار الزواج، وأتمنى الموفقية لكل الشباب.